أروح أروح أنام. إذا عودة مجددا متبي الأوفياء متبي قناة شوف تي في مباشرة بطبيعة الحال من بالقرب من مولاي عبد السلام بن مشيش بطبيعة الحال القردة، خارجين مستمتعين بوقتهم بطبيعة الحال طريق الرابطة ما بين مولاي عبد السلام اذا كما كتشاهدوا القرادة كتحاول انها تهرب، نحاولوا اننا بطبيعة الحال نقربوا ليلو، اكيد ان منطقة غنية نتمنى بطبيعة الحال ان الصورة تكون واضحة بطبيعة الحال، ونعتذر عن ضعف صبيب الانترنت بالمكان اللي كانت واجدو به، لكن القلادة هنايا موجود ولكن غير شافونا هربوا. انتم كما كتشاهدوا راه واحد راه هو كيتحرك، منطقة غنية بطبيعة الحال. والله ما جبتي حتى شي واحد. شوف بعد عسس، شوف ما تنسيش بالماكلة. شوف بعد عسس عندي. فين هو؟ عندي الشجرة راه شوف الراس. الشجرة هذه هي ماشي هذيك اللي هذي. في الراس. اه راه هو هذاك عسس هذاك اليوم. هذاك عسس. شوف اي ما تحركش ما تمشيش ما تمشيش خليك هنا. عندي زجاج. انا مشيت امشي. هادو باقي ما ملفنش. هادو باقي ما ملفنش كي كانوا يا سيف في الطريق وجيب حق لهنا. ما حاضر. يلا كتقارب كيخافوا كيهربوا. نعتذر متابعي الاوفياء عن ضعف صبيب الانترنت بالمكان اللي كان توجه به بطبيعه الحال، لان للاسف كما كتشاهدوا حنا هنا في الغابه وكاين القلاده هنايا. هي القلاده هنا في هذه المنطقه هذه ما مولفنش بالانسان بطبيعه الحال، يعني صعيب انك تقرب ليلو. بغينا نقربوا باش نوصلكم نوضح لكم بطبيعه الحال ونوريكم انواع ديال القلاده اللي كاين هنا بهذه المنطقه ضواحي مولاي عبد السلام بن مشيش. كاين القلادة اللي هما موجودين هنايا غير هما ما ولفنش مع بنادم كيخافوا بطبيعة الحال. كيخافوا من بنادم. على واحد حاول أن يزوم عليه.
وكاين كما كتشاهدوا الناس حتى هما جاوا بطبيعه الحال باش يتصوروا مع القرده هذه المنطقه. الاشكال ان كي القرده هذه المنطقه ديما مولفنش مع الناس، يعني كيخافوا بطبيعه الحال. شو ما منطقة فيها القردة، ولكن للأسف أنهم كيخافوا بطبيعة الحال، يعني ما مولفوش مع بنادم. حتى الناس هما بطبيعة الحال كما كتشاهدوا المواطنين جاو من مدن مختلفة، جاو لهنا لهاد المنطقة هادي بطبيعة الحال باش يشوفوا الجمالية ديال الأماكن، هاد الأماكن بطبيعة الحال، وكذلك أنهم كما كنقولوا بالدارجة ديالنا يبدلوا روتين، وكذلك أنهم من شافوا القردة هنايا هما وقفوا، من شافوا القرود هنا وقفوا بطبيعة الحال باش يتصوروا معاهم.